بنت، عندي بنت. قصة جنة بنت صح؟ فان وعر. شوف لو وش بصح والله العظيم جينا من الخ قصة حب حقيقية يجي بين العصات ماشي كليت في العصا كلينا في العصا حنا في جوج وحسن انا كنت دخلت شي علاقة وعندي بنت شوية ريسبي الله يحفظك واش بصح قلنا بالله لا 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 عندي بنت عندي بنت قصة جنة بصح فان وعر. شوف لو وش بصح والله العظيم جينا من الخ قصة حب حقيقية يجي بين عصات ماشي كليت في العصا كلينا في العصا حنا في جوج عطينا شوية تفاصيل ما فيها باس باش نتيقوا خوها رفض خوها رفض خوها رفض كان رافض وفاش تجوزنا وانا عشت عام ما كاينش عام ربما ما كاينش عام حيت هي مشات حاملة من هنا وصافي ملي تزادت البنية انا مشيت تما وليت عايش تما وليت كنتلقى تهديدات اصاحبي وانا خايف نموت فين مشيتي؟ فرنسا مشيتي فرنسا؟ مونبولي عشت تما شي 9 شهور تلقيت تهديدات ما ترونت وليت مرون معاها هي ومرون مع راسي ومع عائلتي قلت فهمتي نرجع في حالي نرجع في حالي صافي وسيرات القصه بقات في ميساجات ولكن حتى دابا باقي في ميساجات باقي في ميساجر دابا مرام انا كنبغيها وهي كتبغيني ولكن ما فهمتش انا كنبغيها وهي كتبغيني ولكن شي حاجه حابس شي حاجه حابس هاي كيفاش انت دابا دابا كندوي معاها بعض المرات كنقطع ستريم تقول لي تفرجت اليوم وكذا ودوي معايا وكندوي معاها ولكن ما 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 قادرش نرجع ليها ما هي تقدر كيفاش هي تقدر وانت ما تقدر من خلال الهضره زعما وكذا انا من خلال النفسيه ديالي دابا وهاد الظرفيه اللي وصلت لها ما نقدرش ما نقدرش نشوف راسي شي الياس اخر من غير هاد الياس صافي خدمتي واه دخلت بزاف لابس شي ماسكا الياس المخي المخي كيفاش مخك واش لابس ماسك ماسك وي لابس ماسك الياس ديال بصح ماشي هو الياس اللي كنشوفوه دويش معاك قبيله في هذه لا مازال ما انا مازال كنحاول نفهم شوف ديني على قد عقلي اليوم الياس رمضاني اسيدي الياس ديال ستريم راه غا الياس ديال ذاك البيت اللي في السطح راه والله ما الياس ديال تخرج تشرب معايا برات تاتاي في السطح الناس دابا غيقولوا والله ديجا الناس باركين معايا لعابه ديال الكره كذا غيقول لك بهذه الهضره خلقتي شخصيه خلقت شو الشخصيات وحده كتعيش بها وحده كتخدم بها وحده مكتئبه وحده ناشطه ومنشطه بنادم من غير القصه ديال الزواج اللي راه بزاف ما متيقينكش فيها كيقول لك غير مطلعها على البشري تنطلع ملا حتى مالو حتى علاش نطلع تنطلع شي حاجه اخرى انا جواز نطلع حتى صافي نمشي نتزوج بصح هذا ونطلق ويلا ونعيشكم نيت في ذاك الفيلم ديال ستريم الجواز ندير لكم ستريم ونعيش انا اش خاسر جوج المليون ثلاثه المليون الدريات ها كيديروا عليا نديرها لا ونديرها زعما ونطلق علاش انا غنكذبها انا نبصحها سيناريو واحد يدير الشو نو الفن كيبغي شويه الابداع وشويه الخيال يبغي شويه الكذوب بعض المرات لا والكذوب هذا الستريم كله كذوب اكثريه ولكن شوف تقريبا واحد 7% اللي واقع 7% وجنة من 7% جنة من 7% من غير جنة راشد البرنوس كورة انا جاي لك شي جاي لك شي جاي لك من غير جنة شنو اللي مخلي الياس مكتئب ولا غير بغى يبان فيها فيكتيم باش الناس ما يديوش عليه لا دي راه نقطة ضعف صاحبي نقطة ضعف شنو نقطة ضعف تبغي تبان فيها حتى واحد شنو نقطة ضعف الياس المالكي من غير جنة الوالدين ديالي زعما العائلة الكبيرة والصغيرة العائلة هي كل شيء ما باغينش لا طوموبيل دابا لا والو ما عنديش فلوس زعما غير واحد 13 مليون 10 فهمتي كنلعب على هادشي ما باغيش ناخذ كنقول هادو ماشي ديال ولادو ديال الوالديه فهمتي وانا عايش فرحان في ستريم ماشي في الواقع فرحان فرحان في ستريم برافو في الواقع؟ لا ملي كتكون جالس مع راسك الياس اش كيدور لك هنا؟
انا ما كنكش مع راسي بزاف، كنفيق حتى 6 الشيء هاد المرات 5 المشية، وعند تيكون عندي مثلا الصباح الحد وفي العشية كتكون عندي السبت عيشة هاك. كيكون عندي الصباح الحد كنبقى ناعس ما عندي ما يدار، وفي ورا الصباح العشية ملي كندواش وعندي شي عشوب ديالي خاصين ماشي مخدرات، الله يشافيك امين شكرا، عندي عشوب خاصين ديالي كناكل العشيبات ديالي، كيولي عندي السبت كيولي عندك السبت صافي، وكندير ستريم ولا نقدر انا ما ندير ستريم، نعيش السبت غير في الدار قلع فيفا ما كنخرجش الا لا بغيت نمشي لشي نشري شي حاجه. الياس الملكي هادي واحد 3 سنين تقريبا ما كان كيعرفك حد ياك، 3 سنين ولا 3 سنين والصرف، ويمكن انت من الناس اللي كوفيد دار فيهم خير. تاينا كوفيد ما كنتش في الكوفيد. لا بلاتي يا بلاتي، بديتي كتطلع انستغرام وقت الكونفينمون ولا لا؟ ولا قبل ولا من بعد؟ لا انا ورا 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 الكونفينمون. ورا الكونفينمون مزيان بديتي كتطلع في انستغرام، ولكن كنتي الناس اللي تبعوك في الاول كنتي زعما بعقلك؟ تلا ما كاينش بعقلك. كيعجبني شي حد اللي يعترف براسو. حتى من نهارك. من نهارك كنتي. نهاري. وانا شويه واعر، شويه واعر. واعر فاش؟ في الذكاء زعما ديال هادشي. زعما ديال الانترنت. ماشي انا اللي واعر، شيء رباني. زعما كطيح عليا شي فكره بوم فهمتي في راسي زعما شي حاجه شيء رباني واعر، نعرف كنعرف كيفاش نخرج راسي. الانستغرام مشيتي ولا قبل من الانستغرام والكونفينمون؟ حقا فكرتينا في كونفينمون. رئيس ديال جمعيه فكره، وقبل هاد السوشيال ميديا كنت كنعاون الناس بقفف وكنعاون الناس في الاضحيه، رئيس انا ديال جمعيه فكره. والى يومنا هذا ما بقيتش كنبغي نبين حتى حد كيجيو عندي للدار الناس للدار الياس قفا الياس قفا، انا رئيس ديال جمعيه سميتها جمعيه فكره. ملي كنتي كتجمع الفلوس؟ كيعاونوا اللي كيجمعوا من دابا. دابا وليت انا كنجمع من وانكس بيت فهمتي، اشهار اشهار صافي، كود برومو ديالي هو الياس ام في يوتيوب. المهم قلت لك كنت كنجمع بحالكم من هاد الحباب، انا واحد الانسان انا شعبوي. والله ما فهمت فيك شي حاجه الياس، من قبل هادشي شعبوي صاحبي. والله يمكن عندي علاقات حيت انا. لا خليني دابا خليني شوف هاد القضيه. شوف رمضاني رمضاني ما تحاولش تقزبني. والله ما نديرها زعما ما فهمت منك تعالى. لا ما فهمتكش حيت القانون لا واضح. لا 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 وانا اللي انا اللي فهمت. هذا اللي قلنا اللي جيب رئيس جمعيه فكره قال لك فهمت. لا من غير هذه من غير هذه، قبل الانستغرام والكونفينمون وداك الشيء كامل كنتي واحد من الشباب المغربي، شحال كان في عمرك؟ شحال دابا في عمرك الياس؟ دابا انا زيد في 96 شحال؟ مزيان 96 27 عام. باقي الله لا باقي والله لا باقي. كنتي ديك الساعه في عمرك شي 24 عام ولا 23 عام؟ كنتي شاب من الشباب الفاشل ولا الضائعه الياس؟ لا كنت الكوميك بركت مع الدار، ما بغيت نبرك من القرايه، قلت لي مراه ما بقيتش باغي غير نقرا. فين وصلتي في القرايه؟ وصلت الباك ولكن كملت قرايه واعره. علاش ما قريتيش؟ قريت كتب قريت كتب. علاش ما كملتيش؟ ترى قريت ترى الباك اش ما شديتو ترى باش ما بغيتيش تكمل تقرا. مشيت قريت كتب ديالي، مشيت قريت راسي، حيت عرفت بان راه كنت غير تكهن مني، قلت راه لا واخا غنكمل غنضيع الوقت، وسبحان الله العلي العظيم كون كملت. شنو بغيتي تقول للناس ما يكملوش ولا شنو؟ شو سبحان انا على راسي شو سبحان الله العلي العظيم، كون كملت كون راه ماشي انا هو الياس زين، وكون جات جنه كون خوها ما شو سبحان الله. انا هنا معاك ناس كتعرفني تصور معايا. اش قال لك دماغك ما تكملش القرايه ديك اللحظه ديك اللحظه؟ والله حتى هاد الشيء اللي قلت لك ديال زعما تيكون عندك مثلا انت شحال من اهتمام كتحط. نورمال. مثلا دابا غتمشي تتفرج مثلا في فينال ديال بارسا والريال مثلا، شحال من اهتمام كتحط؟ يقدر ترى يقدر تعطل، شحال من اهتمام كتحط؟ وعلى حسب الحاله. لا انت صاحبي والله ولم يغلبوا غيخسروا غيتعادلوا. انا كنحط سبعه سبعه الاحتمالات كنحطهم في سؤال واحد او في راي واحد كنحط فيه مثلا هذا مثلا رمضان نقدر نجي عنده
يقدر يطيب غير يطيح نفخ، يقدر يكون مزيان، يقدر يكون هنا. ما تخافش مني انا الياس، ما ماشي لا لا اكزومبل عطيتك غير جاوبني الاحتمالات اللي درتي قلتي ما غنقراش مزيان، اش من طريق شديتي ديك الساعه الياس؟ والله يخلي لي والدي يا خويا، والله الحلاوه. شنو الحلاوه؟ والله الا كنت عايش معاهم فتام وذلل ما خصني حتى خير، كنت كنبغي ما غادي نخدم، ما كنلقاش خدمه بالمراش كيقولوا لي صافي بالك حنا عائله ميسوره الحمد لله الله يزيدك. فهمتي كنت هادشي علاش كتشوفني كامل مهووس ربما على الفلوس؟ لا هذيك ما مهووسش بالفلوس، هذيك عندها يمكن شي تفسير اخر. الله اعلم الياس تنجي الله يعرف كاع ما مهووس بالفلوس. عرفت شنو تكون خرجتي من القرايه اش درتي؟ مني خرجت من القرايه شي طريق خايبه؟ لا كره 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 بركت ربع سنين في مدينة جديدة مع مولين الدار. هانت عندنا اش من كورة اللي تبدا في الباك دي السي الياس الله يهديك. راه كنت كنلعب انا في الترجي الجديدي، كان المدرب ديالي هو كابيلو، اقسم بالله بديت في الترجي الجديد. ما ترجيش لا نشوف كنسولهم كاين ترجي؟ تقذيب 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 انت كدير لي تهريب اصاحبي. كاين الترجي الجديد قول لي؟ كاين فريق سميتو الترجي الجديد في مدينه جديده. اييه مني انا حبست صافي الباك وكذا وهذه مشيت وليت كنلعب معاهم. مشيت شويه الرجاء الجديدي، مشيت الجديده ما اختارونيش، ماشي ما اختارونيش حنت ضعيف زعما في كره القدم ولا. ظلمت. كيفاش تظلمتي؟ تظلمت. التيست الاول تختاريت انا الاول. وانت عارف التيستات كيجيو الالاف، تختاريت انا الاول. تيست الثاني انا الاول. تيست الاول كيفاش تختاريت؟ شديت كره شفتك تصب دورتها طلقتها بهادي بوك. هو يعيط ليا بلا ما نسميو المدرب اللي ظلمنا، كان ديك الساعه بوكري هو اللي كان. درت ليها بوك قال لي جا وليدي حط جيليس. انا سميتك الياس مالكي؟ قال لي سير. شديت طاكسي هادشي العاقل عليا صح. جيت تيست الثاني غدا بديت بوك 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 ربع ساعه قال لي الياس مالكي تيستات عاوتاني انا الاول. نهار غنجي النهار ديال لونطري ما غنبداو اجي شكون انت قدام الناس قدام لا نكروك قدام واحد الدري دابا صاحبي السرغات انا صاحبي كيلعب في الويد قدامه حاضر هو لهاد المعجزه. ايوا وربما ما تعرفش واقيلا بصح نساني. واش كنتي كويرينيت ولا بس هو الدراري كيلعب معاه ميني فوت جيت تفرج انا قالوا لي ما كنتي حتى الفورما ديالك ماشي ديال كويري ذاك الساعه ترقي ووق وداك الشيء دابا بان فيك النعمه. لا 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 نعمه صح انا ما بقيتش كناكل كنقول لك كنفيق حتى الخمسه علاش غتاكل؟ ما كناكل جرو بيتر اورو با ونص صافي الناس غلاش من النعمه هادي غير راحه نفسيه. هذا واش مكتئب ولا الراحه النفسيه ولا ما عرفنا منين شدو كائن مكتئب. اها ومرتاح نفسيا؟ مرتاح نفسيا افهم هادي معادله والله يبيح. لا 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 والله تتحلى إلا اكتئبتي وما لقيتيش العلاج ديال الاكتئاب ديالك ارتاح في اكتئابك. كتعيش واحد الروعة، كتولي تشوف العالم بواحد النظرة أخرى. ربما دابا راه كاين شي ناس كيشوفوا هاد العالم. واخا ندير فلوس وغناخد فيلا مشمشة راه هاد الصيف تدخل الشمس من الشرجم واصال يجي الصيف الآخر تعاود تدخل والعيدة ما كاين والو في الآخر. فهمتي هادشي علاش عايش انا؟ شي قلت لك عايش على قبل والديا.